بمناسبة عيد الصيام، وكانت لنا هذه الزيارة إلى معبد لالش لكل أبناء اليزيدين في كل العالم. وهاي السنة تختلف عن السنوات السابقة، هي الاحتفال الأول بعد المعاناة اللي عاناها أبناء الشعب العراقي بشكل عام، وعاناها إخواننا وأهلنا اليزيديين على يد تنظيم متطرف أراد أن يضرب العراق والعراقيين ويضرب العالم أجمع. لا يمثل دين ولا يمثل ديانة ولا يمثل جهة، ولكن لا يمثل إلا التطرف الذي أدى إلى دمار مدن كثيرة في العراق. وسنعمل مع الجهات المختصة سواء في الحكومة المركزية وأيضا في حكومة إقليم كردستان، وأيضا دورنا كسلطة تشريعية ورقابية لتوفير التخصيصات اللازمة لإعادة الحياة الكريمة إلى أهلنا وأخواننا اليزيديين وباقي النازحين لضمان عودتهم إلى مناطقهم معززين مكرمين. وطمن أخواننا اليزيديين أن أفراحهم ستكون مستمرة، وإن شاء الله خاتمة المصائب والأحزان ولن تتكرر المشاهد السابقة بوحدة العراقيين وصمودهم.